السلام عليكم. أنا سامر اللي معاكم في سنة تانية، زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن أنا هشرح لكم إن شاء الله الـ International Trade والـ Money and Banking. المرة اللي فاتت شرحنا شابتر 1 في الـ Money and Banking، ولسه هنشرح شابتر 2 لما الدكتوراه تخلصه إن شاء الله. المرة دي هنشرح أول محاضرتين في الـ International Trade. الـ International Trade فيها عملي أكتر لغاية دلوقتي يعني، فلازم نهتم بيه شوية. ماشي، وأنا إن شاء الله معاكم كل محاضرتين هعمل لكم الفيديو بتاعها. تمام. نبتدي المرة دي، عايزين نعرف الشابتر ده بيتكلم عن إيه. الشابتر ده متكون من عدة نظريات. النظريات دي بتوريك التجارة في العالم عاملة إزاي. يعني إيه التجارة في العالم عاملة إزاي؟ يعني إيه؟ يعني مثلا لو انا عايز امريكا مثلا عايزه تستورد حاجه او تصدر حاجه لبريطانيا، بتشوف بتحدد النظريه على اساس ايه. يعني كل نظريه ليها حاجه معينه. ماشي، في الاول في 3 اسئله لازم نسالهم في كل نظريه. اول حاجه what's the basis for trade. ماشي، تاني سؤال what are the gains from trade. تالت سؤال what's the pattern of trade. تمام، التلات اسئلة اهم. طيب يعني ايه بقى؟ اول سؤال يعني ايه اساسيات التجارة دي، او ايه اساسيات النظرية دي. تاني سؤال اللي هو الجينز، ده هنعرفه، ده رقم وهنجيبه بطريقة معينة بالعملي. تالت حاجة what's the pattern of trade اللي هو اسم النظرية، يعني ال pattern of trade اللي هي اجابتها اسم النظرية. تمام. خلينا ندخل في اول نظرية. اول نظرية اللي هي الميركانتلستس ثيوري اوف تريد. يعني ايه النظرية دي؟ يعني معناها ايه؟ دي نظرية التجاريين. دي نظرية حصلت زمان، عملوها زمان في القرن ال17 وال18. طيب بتتكلم عن ايه، او اثبتوا فيها ايه؟ اثبتوا فيها ان قوة اي دولة بتتقاس بالذهب والسيلفر اللي موجود في الدولة دي. ازاي يعني؟ يعني كل ما الدولة يبقى عندها جولد وسيلفر هتبقى الدولة دي اغنى. تمام، يعني ايه اغنى؟ يعني انا دلوقتي عندي مثلا 20 طن ذهب. تمام، يبقى انا كده اغنى دولة في العالم واقوى دولة في العالم. ماشي، على اساس ايه؟ على اساس ان انا عندي التصدير عندي اكتر او اكبر من اللي انا بستورد. يعني انا كل برضو ما يبقى ان انا بصدر اكتر يبقى انا كده هبقى دولة قوية اكتر. تمام، هصدر واستورد في النهاية، لما انا هصدر اكتر هيبقى عندي كمية الذهب والسيلفر اكتر بس، فكده انا دولة قوية ودولة غنية. تمام، وبيقول لك ان الحكومة المفروض تزود نسبة التصدير دي، او نسبة التصدير في الدولة، وتقلل نسبة الاستيراد. يعني انا كحكومة مصرية المفروض ابتدي اصدر بس ما استوردش عشان دولتي تبقى قوية. ده هيبقى فايدته ايه؟ هيزود المنتجات اللي احنا بنعملها، هيزود العمالة، يعني هيبقى عندي عمال اكتر. طبعا وانا عشان اصدر يبقى في مصانع، يبقى هيزود العمالة. هيبقى عندي جيش قوي طبعا، لان هيبقى عندي اسلحه انا اللي بعملها باكتفاء ذاتي من غير ما استوردها. more colonies يعني ايه الكلمه دي؟ يعني مستعمرات. يعني انا هيبقى عندي مستعمرات، يعني انا كمصر هيبقى عندي مستعمرات بره اكتر. تمام. بعد كده بيقول لك ان النظريه دي قايمه على حاجة اسمها zero sum game. يعني ايه zero sum game؟ يعني في دولة واحدة اللي كسبانة، يعني مثلا لأمريكا هي اللي كسبانة، لبريطانيا هي اللي كسبانة. تمام، يعني أمريكا هي مثلا اللي كسبانة في التجارة دي، لكن بريطانيا مش كسبانة. تمام، يعني لازم يبقى في دولة واحدة هي اللي وقع عليها النفع، يعني دولة واحدة هي اللي كسبانة في المعركة دي. زي دلوقتي لو احنا مثلا الناس اللي متابعه كوره، لو احنا بنلعب في نهائي الكاس ما بين الاهلي والزمالك، هل احنا ممكن نتعادل؟ لا، لازم مثلا بنلعب ضربات جزاء عشان نشوف مين الكسبان. بس
دي اول نظرية عندنا، والنظرية دي ما فيهاش يعني عملي. تمام تمام تاني نظرية عندنا اللي هي absolute advantage theory. النظرية دي اسمها نظرية الميزة المطلقة. تمام، يعني ايه نظرية الميزة المطلقة؟ يعني في دولة قوية في إنتاج حاجة والدولة التانية قوية في حاجة، يعني الدولتين في دولة قوية في حاجة وضعيفة في حاجة، والدولة التانية قوية في حاجة وضعيفة في حاجة. تمام، نشوف الجدول اللي عندنا ده أهو. الجدول ده بيوضح لك ايه؟ ايه ال WC الأول؟ ال WC، ال W اللي هو القمح، ال C اللي هو اللبس، ال clothes. تمام؟ تمام، عندك أنت تلاحظ ايه هنا؟ إن ال US ال W عندها بتنتج منها بمعدل 6، أما ال UK بتنتج 1، يعني ال US أكتر في ال W وأقل في ال 1، سوري أكتر في ال W وأما ال UK اقل في الدبليو. تمام، يعني اليو اس 6 في الدبليو واليو كي 1 في الدبليو. اما عندك اليو اس هنا 4 في السي، اما اليو كي 5 في السي. تمام، يعني ايه بقى؟ يعني انا كده عندي ان اليو اس اقوى في الدبليو واليو كي اقوى في السي. تمام، طيب احنا كده هنستفاد ايه؟ هنستفاد ان هيبقى في نفع متبادل، يعني الدولة دي هتساعد دي. تمام كده معناها ان اليو اس عندها absolute advantage in W، يعني طالما اليو اس عندها ال W هو الاكتر يبقى عندها absolute advantage فيه. اما اليو كي طالما عندها absolute طالما عندها ال C اكتر يبقى عندها absolute advantage في C. تمام دي اول نقطة خلصنا منها. طيب نحل المسألة ازاي؟ هيبقى عندنا حاجتين عشان نحل المسألة، الـ before trade والـ after trade. طب الـ ايه الـ after trade؟ نجيبه ازاي؟ الـ after trade بيبقى given، الـ after trade هو الحاجة اللي اسمها term of trade اللي هو المعدل التبادل التجاري. الـ term of trade ده بيبقى أساسا given، فأنا كده عندي أهو زي ما احنا شايفين تلات حاجات. الـ term of trade هي الـ after trade، ركز، الـ term of trade هي الـ after trade ودي بتبقى given، اللي أنا بجيبه اللي هو الـ before trade. طب الـ before trade اجيبه ازاي؟ طيب في الاول بنحل المسألة الـ US الاول وبعد كده الـ UK الاول، يعني تاني حاجة مش مهم، يعني انت ممكن تحل الـ UK الاول او الـ US الاول مش مشكلة، المهم نفصلهم عن بعض. الـ US هنحلها الاول، مثلا هنلاقي عندنا الـ before trade في الـ US اللي هو ايه؟ هتقول الـ before trade في الـ US اللي هو 6W بتساوي 4C، زي الجدول كده اهو، US بيساوي 6W 4C اهو اللي تحت بعض. ماشي تمام اهو، ال before trade في US 6W بتساوي 4C، وال after trade في US given، يعني هتلاقيها في المسألة هتبقى 6W، يعني فرضا ان هي 6W هنا بتساوي 6C. تمام، اجيب الجين ازاي؟ السؤال اللي احنا قلنا هنجيبه في العملي اجيبه ازاي، اللي هو الجين فروم تريد، فروم تريد في اليو اس هيبقى 2C. طب ليه 2C؟ احنا عندنا هنا في البيفور تريد والافتر تريد ال 6W وال 6W هم زي بعض، طب يبقى الفرق ما بين ال 4C وال 6C، يعني في فرق ما بينهم، الفرق ما بينهم قد ايه؟ 2C، هو ده الجين اهو، يعني في البيفور تريد كانت 4C والافتر تريد بقت 6C، يبقى الفرق ما بينهم هو الجين اللي هو 2C. يعني هو اساسا قبل ما امريكا تعمل تجارة او تدخل في الانترناشنال تريد كانت بتعمل ال 6W ب4C، بس بعد ما عملت تريد بقت ال 6W ب6C، فهي كده عندها جين 2C. تمام، ندخل في اليو كي. اليو كي بقى مختلفة شوية، لو احنا بصينا للبيفور تريد على حسب الجدول هتلاقي ان ال 1W بتساوي 5C. تمام، طيب وعندك الافتر تريد بيساوي 6W بيساوي 6C اهو. طيب
ازاي ازاي عندك البيفور تريد 1W بتساوي 5C والافتر تريد 6W بتساوي 6C؟ طب ده معناه ايه؟ طب انا احلها ازاي اما الاثنين مختلفين، الW مختلف والسي مختلف؟ ده احنا لازم هنوحد حاجه. ايه اللي هنوحده؟ اللي هنوحده اللي هو الW. هنخلي في البيفور تريد في اليو كي هتبقى 6W زي الافتر تريد. ازاي؟ لما الواحد W بتساوي 5C يبقى هنخلي ال 6W هتساوي 30C، لان انت ضربت الستة في الخمسة بقت ب30. فكده البيفور تريد ما بقاش 1W بتساوي 5C، البيفور تريد بقى 6W بتساوي 30C اهو. بس طيب فين الجين؟ الجين اهو حضرتك، انت عندك هنا في البيفور تريد 6W بتساوي 30C بقت 6W بتساوي 6C. الجين من هنا ايه؟ 24C. يعني يو كي قبل ما تاخد حاجة من اليو اس كانت بتعمل 6W ب30C، بس لما جت تتاجر بقت 6W ب6C. فانا كده استفدت، انا كده اخدت حاجة بارخص، فانا كده استفدت من التجارة. بس هو ده الموضوع كله. تمام. اخر حاجة في النظرية بقى، اخر سؤال، وده هتلاقوه برضو في النظرية اللي بعديها. يعني كل الاسئلة دي بتتكرر يعتبر في كل نظرية. تمام. اخر حاجة اللي هي the range of mutually beneficial trade. السؤال ده نجيبه باللوجيك. يعني ايه باللوجيك؟ يعني انا دلوقتي عندي في البيفور تريد في الاثنين اتفقنا ان هي 6W، تمام، على حسب الجيفن والبيفور تريد احنا اتفقنا ان الرقم المشترك اللي هو 6W. طيب ال 6W ده اكبر من ايه واصغر من ايه؟ هل 6W ده هتلاقيه اكبر من ال 4C؟ طب ده على اساس ايه؟ هقول لك انا على اساس ايه. لما انت جيت تحل البيفور تريد اهو في اليو كي كان عندك ان ال 6W بتساوي 4C. تمام. فهي كده ال 6W بقت اكبر من ال 4C. طب اصغر من ال 30C. طب ليه اصغر من ال 30C؟ اشمعنى ال 30C؟ لان برضو هرجع اقول لك في اليو كي عندك في البيفور تريد كانت ال 6W بتساوي 30C، فبقت اصغر من ال 30C. جميل. دي باللوجيك، باي لوجيك. طيب الاخر عندك التوتال جينز. التوتال جينز ده اخر سؤال وده تافه جدا. انت عندك في الجين في اليو كي كان عندك 2C. نرجع مع بعض تاني اهي، وكان عندك في التوتال جينز في اليو كي 24C. نجمعهم هما الاثنين هتبقى 26C. كده انت جبت التوتال جينز ومفيش اي حاجة تاني. بس اخر النظرية النهاردة يعني اللي هي الكومباريتيف ادفانتج ثيوري. دي النظرية النسبية او الغير مطلقة، يعني عكس النظرية اللي فاتت. يعني ايه عكس النظرية اللي فاتت؟ نركز في دي بقى شوية. ماشي. يعني الكلام ده باختصار شديد ان هنا في دولة اقوى في القمح واللبس، يعني في دولة مسيطرة على حاجتين، يعني مسيطرة على كل حاجة. يعني هي اقوى في القمح واللبس ومع ذلك بتساعد الدولة التانية. يعني مثلا يو اس اكتر من اليو اس سوري اليو اس اكتر من اليو كي في الدبليو والسي، ومع ذلك بتساعد اليو كي في التجارة. تمام. يعني عكس النظريه الثانيه. النظريه الثانيه كانت في دوله قويه في حاجه والثانيه قويه في حاجه، هنا دوله واحده بس هي اللي قويه. تمام. بيقول لك لو الدوله اللي بتصدر، لو يعني الدوله اللي عندك اهي بتصدر دي، زي ما قلنا ان اليو اس هنا كده اقوى في الاثنين، اقوى من اليو كي. تمام. احنا قلنا مش متابع الجروب بتاعي، قلنا ان الكلام ده هنخلي بدل الكومباريتيف ادفانتج وكومباريتيف ديس ادفانتج هنخليها ابسولوت ادفانتج وابسولوت ديس ادفانتج. اهو الاربع جمل دول اشمعنى بقى؟ هقول لك. لان هنا اليو اس عندها ابسولوت ادفانتج في الدبليو وعندها ابسولوت ادفانتج في السي، اما ما عندها absolute disadvantage في ال W اليو كي وعندها absolute disadvantage في السي.
يعني اليو كي عندها absolute disadvantage في الاثنين، اما اليو اس عندها absolute advantage في الاثنين. يعني الدولة قوية في الحاجتين، يعني اليو اس اقوى من اليو كي في حاجتين، يبقى كده في comparative advantage لليو اس على عكس اليو كي. تمام. زي النظرية اللي فاتت بالظبط، هنحل زيها بالظبط. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنحل اليو اس. اليو اس اهو البيفور تريد 6 دبليو بتساوي 4 سي، والافتر تريد قلنا جيفن 6 دبليو بتساوي 6 سي على حسب ما هو مديهالك، بس ده المثال بتاع دكتورة فوزية. يبقى الجينز هنا 2 سي زي المسألة اللي فاتت، ما فيهاش اي تغيير. طيب عندك في اللي بعد كده في اليو كي عندك البيفور تريد هنا 1 دبليو بتساوي 2 سي، والافتر تريد 6 دبليو بتساوي 6 سي. احنا قلنا ما ينفعش، لازم نوحد الدبليو، عشان نوحد الدبليو هنخليه 6 دبليو بتساوي كام؟ 12 سي. ليه؟ لان الواحد دبليو كان بتساوي 2 سي في البيفور تريد، لما بقت 6 دبليو ضربنا ال 6 في الاثنين بقت 12. كده الجينز هنا كام في اليو كي؟ 6 سي. طيب السؤال برضو بتاع المرة اللي فاتت اللي هو range of mutually beneficially trade، قلنا 6W باللوجيك اهي اللي مشتركة، وان هي اكبر من ال 4C اللي هي ال before trade في ال before trade في ال في ال US، واصغر من ال 12C اللي هي في ال before trade في ال UK. جميل، دي قلنا by logic زي ما احنا عملناها. بعد كده ال total gains اخر حاجة اللي هو ال gains في ال UK في سوري في اليو اس اللي هي 2 سي، وبعد كده الجينز في اليو كي اللي هي 6 سي، جمعناهم مع بعض طلعت 8 سي. بس كده، وهو دي اول محاضرتين. وامانه بامانه الشرح ده مش باختصار، واتمنى ان انتوا تدوني رايكم في الشرح ده، وان شاء الله الاسبوع الجاي هشرح لكم المحاضره بتاعه الدكتور فوزيه بتاعه الاسبوع اللي فات والمحاضره بتاعه الاسبوع الجاي. وان شاء الله في الماني اند بانكينج برضه هننزل شابتر 2 بعد ما دكتور فوزية تخلصه، وربنا يوفقهم.